بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي نبني بروجكت انجلر فروم سكراتش. اول حاجه هنتكلم على بري انترو كده بسيطه، يعني ايه انجلر وليه احنا هنستخدم انجلر، وايه هو السنجل بيج ابلكيشن، وازاي نسطب الانجلر، وهنكريت اول بروجكت انجلر عندنا. ده في الاول خالص في اول فيديو. بعد كده هنعمل انترو بسيطه كده، يعني هنتكلم فيها عن النافيجيت والراوتر والفاليديت في الفاليديشن فورم، اللي هو لازم يبقى فيه ايميل وباسورد وريكوايرد، ودي اللينكات دي هسيبها في تحت في الديسكريبشن. وهنتكلم يعني ايه انترسبتور ان ديتيلز في الفيديوهات. وبعد كده هنعمل صفحه لوجن هنعمل فيها الفاليديشن، وبعد كده هنسيف هيكريت لنا توكن هنسيفه في لوكن ستورج. وبعد كده هنعمل حاجه اسمها كان اكتيفيت، يعني اليوزر ده لو هو عنده عمل لوجن ولا لا. لو كان عامل لوجن هيكمل عادي، لو مش عامل لوجن هيريدايركت على اللوجن. وبعد كده هنعمل ليستة من الامبلوي، هنعمل فور لوب عليها، وهنعمل باجينيشن، وهنعمل فلتر، هنعمل تو دروب داون ليست، دروب داون ليست عاديه اللي هي الادرس، وفي دروب داون ليست مالتي سيلكت ودي اللينكات بتاعتها، وهنعمل فلتر باي نيم، وهنعمل سيرش، وهنعمل زرار ريسيت باتون، ونعمل اكسبورت اكسل شيت. طبعا هنكريت سيرفيس عشان نكلم الباك اند، وهنعمل موديل عشان نماب الداتا اللي راجع لنا من الباك اند للفرونت. وبعد كده هنعمل اد اديت اللي هي هتبقى فاليديشن فورم، وهنتكلم تاني عن الراوتر لينك، وهنجيب الداتا باي اي دي عشان نعرف نعمل اديت على الامبلوي ده. المحتوى الكورس اللي احنا هنعمله دي صفحه اللوجن، دي الليسته اللي احنا كنا بنتكلم فيها بالباجينيشن، اللي احنا لما بنعمل نختار البيج ديت بتجيب لنا على حسب البيج سايز اللي احنا مختارينه. ممكن نفلتر بكايرو مثلا، يجيب لنا هنا الامبلوي اللي هم في كايرو بس، او الكسندرية هيجيب لنا الامبلوي اللي في الكسندرية بس. ممكن اسيرش باسم معين مثلا كده، هو هيرو ده موجود في كايرو فجاب لنا كل اللي اسمهم هيرو موجودين في كايرو. ممكن اعمل سيلكت لاكتر من موظف واعمل سيرش بيهم، هيعمل لي سيرش عليهم. وممكن اعمل اكسبورت الاكسل شيت، هيظهر لي اللي انا مفلتر بيه النيم والنيم بتاعه كاز اكسبورت اكسل شيت. وهنعرف نعمل اد، نعرف اد نيو امبلوي جديد. هو كده النيو امبلوي ده انضاف، يعني لو عملنا سيرش عليه هنلاقيه، ادي نيو امبلوي موجود اهو. لو عايزين نعمل عليه اديت مثلا نعمل هنا سبيس ونعمل هنا 22 مثلا، ونسيرش عليه تاني، الاسم اتعدل اهو زي ما احنا عايزين. ممكن نعدل الادرس كمان، ان شاء الله ده محتوى الكورس اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله. يا رب يفيدكم.